مثل ما الأرض بتبرم حول الشمس ومن هالبرمة هيدي بتتكون الفصول، الأشهر بتتكون، الأسابيع بتتكون، الأيام بيكون في الدقائق في الثواني. كذلك الأمر بالحياة الليتورجية، الكنيسة تدور حول عريسة الشمس الإلهي يسوع المسيح، لهيك بنكون عم نعيش الأزمنة. نحن هلأ بزمن الميلاد زمن المجيء، ومن ثم بنكون عم نعيش بعد زمن الميلاد زمن الظهور زمن الدنح، ومن ثم بنكون عم نعيش زمن الصوم زمن الأيام، من ثم عم نعيش زمن العنصرة زمن الصليب. هالأحداث هيدي كلها سوا منعيشها يوميا، ساعتها منفهم انه نحن منعيش على إيقاع الكنيسة. ساعتها الأناجيل اللي عم نقراها عم نقراها تقريبا كل سنة، وإنما والشمس اللي عم تشرق علينا عم تشرق علينا كل يوم، والشمس الشرقت منذ بداية الخليقة هي ذاتها، وكلمة الله هي ذاتها، بس نور الشمس ناخده بطريقة جديدة، وكلمة الله ناخدها أيضا بطريقة جديدة وبتعني كل واحد منا. مثل ما قلت ببداية القديس، من دقبي الله بتطلع ريحتنا الله. مش معقول كلمة الله تنزل فينا وتخلينا مثل ما نحن. إذا بتخلينا مثل ما نحن مش لأنه هي ما عندها فعالة، عندها فعالية ونشوفها بحياة كتار، هيئته نحن عندنا شيء مش عم بيخلي كلمة الله تفوت علينا. واحد بيجيب سفنجة بيحطها بالماء بتتبلى، تاني بيجيب سفنجة بيحطها بالماء ما بتتبلى، مش معقول. آخر شيء بيقول ينسي تشيل الكيس عنا، لكن في شيء مش عم بيخلي هالماء تنزل على قلب سفنجة. أوقات نحن كذلك الأمر في شيء ما بيخلي كلمة ربنا تنزل لقلوبنا. لهيك بكل قديس بكل لقاء روحي بكل وقفة صلاة بدنا نقول له احكي يا رب، نحن بدنا نسمع، احكي يا رب، بدنا كلمتك تشتغل فينا. كلمة الله بتشتغل فينا بطريقة أوقات ما بنعرفها وبوقت ما بنعرفه. زكريا وإليصابيت صلوا تربنا يبعث لهم ولد، كانوا بالأول يتزوجوا صغار، وصلوا لـ30 ما في شيء، وصلوا لـ40 ما في شيء، قالوا لك أن خلينا يا جماعة نعيش بالوضع يلي نحن عليه. بلحظة من اللحظات بيجي الملك وبيقول له استجيبت طلبتك، هلأ فقت يا رب، هلأ بهالوقت. ما كان متوقع زكريا أنه الله بهذا الوقت يستجيب لأله. وكانت الشريعة لله يعني مشارعة باللبناني انه كيف بده يكون هذا الشيء، انا ختيار ومرتي اضرب طاعنة في ايامها. هون ربنا شايف انه عنده شك، لانه ذات السؤال سألته مريم كيف يكون هذا وانا لا اعرف رجلا. عند الله في تمييز، يعني لانه مريم بدها تكون ابنك ما بتعمل لها شيء، وزكريا بتعمل له بتربط له رسانه، في شيء مش مزبوط. لهيك عند البشر نحن شو عم نقرأ؟ عم نقرأ من برا، بس الله وين بيقرأ؟ من جوا. اثنيناتهم يكونوا مبتسمين لك، بس الشعر شو بيقول؟ إذا رأيت نيوب الليس بارزة فلا تظنن بأن الليس يبتسم. اثنيناتنا شايفين اثنين التاني، بس واحد عم يتوعد لك وواحد مبسوط فيك، بيجي بضربك كف عم بمزح معك، والتاني عم ينتقم منك. مش كل شيء من برا بيعبر عن ما هو من جوا على طول، او العكس الصحيح. لذلك شو بنشوف؟ بنشوف انه ومن بعد النتيجه انه بكلام زكريا في شك، وبكلام مريم في استفسار. وشو الفرق بين اثنين؟ اوكي، يعني كانه عم نقول مريم قالت له انا مصدق هذا الشيء، بس خبرني كيف بده يكون. وهون ساعتها بنفهم شغلة وحدة، الله يفهم القلوب. وكنا عم نحكي كمان انه الموت والألم بدق على بابنا ايضا مثل النعمة، بطريقة ما منتوقعها وبوقت ما انا متوقعينه. للاثنين، للنعمة وللألم بدنا نكون مستعدين. والاستعداد شو بيكون؟ بيكون بكلمة لتكن مشيئتك. مشيئة الله ليس للألم ابدا، مشيئة الله قداستنا، مشيئة الله ليس الموت، لأنه هو إله أحياء وليس إله أموات، وإنما مشيئة الله أن يحول الموت إلى حياة. وهذا الشيء اللي بيعنينا كجماعة اذكرني في ملكوتك، هيدي العلامة الفارقة.
لأنه بس تتأسس جماعة أو جمعية منقول له شو بيميزكم عن غيركم؟ شو بيميزكم؟ علامتنا هي رجائنا، رجائنا نعيشه وننقله للآخرين. والرجاء بس بده يدق فينا، منا حجار نحن ما منتأثر بالموت، منا ملايكي نحن ما منتأثر بالألم، نحن بشر منبكي ومنتوجع ومنتألم، وإنما نقبل ونعيش. والإنسان اللي بيقبل ويعيش كلمة الله بده تظهر فيه بطريقة أو بأخرى. ننهي بالإشياء اللي صارت مع زكريا. ليش تركوا أخرس؟ مش لأنه ربنا بده يعذبه شوي، يمكن ريح مرته شوي إنه ما بيحكي، بس اللي بدنا نقوله لأنه قدام سر الله بدنا نصمت، ما في كلام. قدام سر الله في اندهاش وفي تحجب، أوقات ما في تعبير. لهيك هذا الصمت، لهيك عطول نقول لشخص ما بتعرف ما تقول، الوقت هو بيبين لك كل شيء. وهون بيعلمنا شغلة واحدة، إذا مش الطبيعة فرضت علينا الصمت وربنا فرض علينا الصمت، نحن نلتزم الصمت. الصمت بمعرفة هو صلاة، لأنه ما منصمت تنعيش الفراغ، منصمت تنسمع ربنا. أباء الكنيسة واضحين بس يقولوا كتار الكلمات اللي قلتن وندمت عليهم، بس عن الصمت أبدا ما ندمت. وعن الكلام ياما في مشاكل بيناتنا من طريقة الكلام اللي منقوله، مش من الكلام، شو من الطريقة اللي منقولها. لهيك هيدا الشيء بده يكون في تخمر واستعداد. كلمة الله عطول فيها حياة، بس نخدها بالعمق رح نعرف نحنا نعطيها بحياة. رح ناخد وقت صمت بهذا الوقت، كل واحد بيعمل فعل إرادي، يا رب زراع كلمتك بأحشائي بحياتي، وخليني أنا امشي حسب كلمتك. كون وقتنا هو وقت مميز بسموه ستين تون فور، وقت قوي، رح يكون مثل تجديد لإيماننا. فقانون الإيمان رح نكون عم نقوله بطريقة سؤال وجواب. هل تؤمنون؟ يلي بيؤمن بيقول بكل فخر واعتزاز نعم نؤمن. هل تؤمنون بالله المحبة الثالوث، الآب والابن والروح القدس؟ نعم. هل تؤمنون بالله الآب خالق السماء والأرض؟ نعم. هل تؤمنون بيسوع المسيح ابن الله الوحيد؟ نعم. هل تؤمنون بأن يسوع هو ابن الله الحي؟ نعم. هل تؤمنون بأن يسوع هو إله حق وإنسان حق؟ هل تؤمنون بأن يسوع تجسد، تألم، مات وقبر وقام في اليوم الثالث؟ هل تؤمنون بأن يسوع صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب؟ هل تؤمنون بأن يسوع سوف يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات؟ هل تؤمنون بالروح القدس الرب المحيي الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس؟ هل تؤمنون بأن الروح القدس تكلم ويتكلم في الأنبياء وفي الرسل وفي الكنيسة؟ هل تؤمنون بأن الله هو حاضر الآن فيما بيننا؟ هل تؤمنون بكنيسة جامعة مقدسة رسولية؟ هل تؤمنون بمعمودية واحدة؟ هل تؤمنون بالحياة الأبدية؟ بارككم الرب وقوى إيمانكم وأرشدكم إلى الحق كله، له المجد إلى الأبد.